مشاهدين لقطات، أهلا بيكم. إليكم هذا الخبر العاجل، مفاجأة مدوية وخبر صادم تابعناه كلنا من شوية، وهو القبض على منة شلبي في المطار وكان معاها مخدرات وترحلت للنيابة. احنا طبعا مش مصدقين زيكم بالظبط، بس ده اللي حصل. الخبر حقيقي يا جماعة. منة شلبي اتقبض عليها في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة. الناس في الأول ما كانتش عارفة كانت فين وجاية منين، بس احنا هنقول لكم كل حاجة. منة شلبي اتقبض عليها في الصالة رقم 3 وهي بتخلص إجراءات تفتيش الركاب، فتحوا شنطتها. طبعا هي ست مشهورة وفاكرة ان محدش هيفتشها، بس شكلها كده الثقة خدتها. منة كانت راجعة من أمريكا ولقوا في شنطتها مخدر الماريجوانا، وطبعا اتحفظوا عليها في ساعتها رغم كل المحاولات ان الموضوع يتلم بسرعة، ورحلوها على نيابة النزهة. الخبر صدم الناس كلها رغم انها مش أول مرة يرتبط اسم منة شلبي بالمخدرات. كلنا سمعنا كلام هنا وهناك عن انها كانت بتشرب مخدرات مع شيرين عبد الوهاب، وانها كانت واحدة من الناس اللي دمرت حياتها باسم الصداقة. ناس كتير شككت في الخبر، بس للأسف هو صح وما بقاش مجرد إشاعة أو معلومة مغلوطة، لا ده حقيقي، والمصادر الأمنية أكدت إن منة شلبي في ورطة فعلا. منة كانت راجعة من أمريكا بعد ما غابت عن حضور مهرجان القاهرة السنة دي، وكانت بتستعد إنها تسافر السعودية علشان تعرض مسرحيتها ساعة الحظ في موسم الرياض مع أشرف عبد الباقي. مسرحية ساعة الحظ من تأليف وإخراج الفنان أشرف زكي، وكان هيشارك معاها مشاهير كتير منهم شريف سلامة ومحمد شاهين وسماء إبراهيم، وكان مقرر عرضها أول ديسمبر المقبل، بس طبعا كده القصة هتتغير تماما. لغاية دلوقتي مصير منة شلبي مجهول، ومحدش عارف بعد ما تحفظوا عليها وحرروا محضر بالواقعة هيبقى وضعها ايه في التحقيقات. بس مصدر قال لنا انها ممكن تكون في الاخر جايبة اعشاب، وموضوع المخدرات يبقى سوء تفاهم. طبعا منة مش اول فنانة يضيعها الادمان وتدمر حياتها بسبب المخدرات. كلنا تابعنا وشفنا قصة شيرين عبد الوهاب الشهيرة وأخوها اللي دخلها مستشفى غصب عنها عشان يبعدها عن الإدمان وعن حسام حبيب. ومن قبلها طبعا الفنانة دينا الشربيني اللي اتحبست فعلا بعد ما قبضوا عليها في شقة في الزمالك مع شخصين، واعترفت انها معتادة على شراء الكوكايين منه كذا مرة، وتوجه ليها وقتها تهمة تعاطي المواد المخدرة. وبرضو الإدمان كان سبب في إنهاء مسيرة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك مع محمد سعد، بعد ما قبضوا عليها في عربيتها ومعاها اتنين تانيين وكان معاهم هيروين بدافع التعاطي، لكنها طبعا نفت التهمة وخدت إخلاء سبيل بكفالة. كل النجمات دول وغيرهم مروا بأزمات مشابهة ومصيرهم اتلحق. مش عارفين منة شلبي هيبقى وضعها ايه، هنشوف طبعا وهنتابع معاكم كل جديد وآخر التطورات في موضوع أو في الخبر اللي قلناه من شوية، وهو القبض على منة شلبي. وطبعا هنتابع معاكم كل التطورات وكل جديد. تابعونا دايما على منصة لقطات، وشكرا ليكم وإلى اللقاء.